لك أنا سألتك سؤال واحد، ليلي على شو ناوي ومين أنت؟ يلا لأيمتى ناوي تضل موجه المسدس علي؟ نزله لشوف. خرسي وعطيني جواب لشوف، لأني مليتنا لعيبك هاي. إذا بتطلعي أنت اللي ساعدتي هدول الجنود، وإذا أنت اللي بعتتي الرسالة للجنود. بعتت رسالة للجنود؟ عن جد؟ وكيف بتتوقع مني أعمل هيك؟ ورجالك اللي عم بيراقبوني دايماً وبدون تليفون كمان، أنا كيف بدي أبعت رسالة؟ أنت معصب ومو عارفان شو عم تحكي، وصرت مهووس بالنقيب باتور. هذا الشيء عم بيخليك تغلط على طول. ما فيك تلومني على عواقب فشل خططك الغبية، ماشي؟ ليه؟ تليفونك عم يرن. وغير هيك، ما بعرف كم مرة لازم خبرك هالشي. أنا عندي هدف واحد، هو إخواتي، وما بيهمني شي تاني. ما بتهمني السخافات تبعك بالمرة. ليه؟ تليفون. ايه شوفي، فهمت، انت بقرغيزستان؟ هدول هن لي؟ هدول اخواتي اللي لشوف؟ تمام، لكن هيك انتهى شغلنا. خليني احكي معهم وبعد هيك ما بيهمني شو بده يصير، خلوهم يديروا بالهم على حالهم. لي خليني احكي معهم لو سمحت. عم لك ليك، أعطي واحد منهم التليفون، اختصروا لعي. شيشك وين أنت؟ نحن بقرغيزستان أختي، كاشكار جنبي. أنتوا بخير؟ إيه أختي، في مجموعة هون من يورومكي رح نرجع على تركيا مع بعض. طيب انتبهوا على حالكم منيح. أختي بامير تورهان كمان بالمجموعة. نعم؟ ايه اختي، سيد بامير قدر يطالعنا برا الصين. شيشيك ممتاز هالشي، هي اخبار حلوة. عملي مثل ما بيقول لك، ماشي؟ اسمعي الكلام ورح نلتقي عن قريب يا حبيبتي. شوفك. بكفي لعبها. بدكن تروحوا على تركيا ما؟ إن شاء الله تضلوا عايشين لتوصلوا. يلا خلص شغلنا هون هلا. فينا نروح هلا. راح ياخذونا من على الجزر، والباقي على الله. يلا شغل مع اخواتك خلاص، بس بدي لك شيء من هون لأتأكد أني بأمان. ما رح تتنفسي نفس واحد بدون إذن مني، عم تفهمي؟ وأول ما تسمعي أخبار من إيغور رح تطالعينا من هون، وبعدين منعرف كيف نكمل حديثنا. بتخلي عيونكن عليها، فهمت؟